ليست من عادات الرئيس عبد المجيد تبون الخوض في شأن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في حواراته الصحفية سواء الوطنية أو الأجنبية. الأمس وفي حديثه مع قناة الجزيرة القطرية عرج الرئيس تبون على فترة حكم بوتفليقة في سنواتها الأخيرة، وقال إن العصابة الحاكمة آنذاك استغلت مرضه للاستمرار في الحكم لعهدة خامسة. رئيس ما يسير، يعني كان في وضع صحي لا يسمح له حتى بالكلام، حتى في عصابة بالحصولي على السلطة في الجزائر مدة خمس سنوات أخرى وتنهب ما بقي لم ينهب بعد، وربما كانت تنتهي بأمور عنيفة. الرئيس تبون وفي حوار يعد الأول لرئيس جزائري للقناة عاد في مقابلته إلى الدور الذي لعبه الحراك الشعبي في إنقاذ الدولة الجزائرية وإفشال مخطط العصابة في السيطرة على مؤسسات الدولة. كل حال أنا كان سبق وقلت أن بالكلام على الحراك المبارك الأصلي أنه انقذ الجزائر من كارثة كانت يعني واضحة المعالم، وكنا ماشيين في داهية كما يقولوا بالعامة، يعني كان تقهقر الدولة الجزائرية وصل درجة نتاع الذوبان، يعني ما بقاتش دولة، عصابة. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ثمن أيضا خلال اللقاء الدور الكبير الذي لعبه الجيش الوطني في رعاية وحماية سلمية الحراك والخروج بالجزائر لبر الأمان، وأن المناورات العسكرية الأخيرة جاءت لضمان جاهزيته لأي طارئ.